أهلا متابعينا الكرام، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. لما عودنا لكم فيديو جديد أخبار جديدة. اليوم نتفاجأ بواحد أخبار لي قبيحة وقبيحة على الصعيد الوطني كامل، اللي هو الخبر ديال الزلزال. كما عرفتوا وكما كل شيء غيكون سمع بهذا الخبر، وكذلك نتمنى الناس اللي توفوا والناس اللي تقاسوا بشي أذى أنهم ربي يرحمهم، واللي تقاس بشي أذى الله يشافيه والله يعوض على كل واحد تأذى في هذا الزلزال هذا، لا من عائلة لا ماديا ولا جسديا ولا نفسيا. المهم أخوتي، كل شي خايف وكل شي فيه الرعب وكل شي خارج برا كي يبكي وكي يجري أنه ربي يلطف به. الحمد لله احنا كنتواجدوا في شي مدن اللي ما تقاسوش، ولكن بالرغم هذا الشيء اننا قدنا مع الناس اللي هما كاينين، الناس اللي فيهم تقاسوا بهذا الاذى، وكنتمنوا ان هذا الشيء يدوز بخير وعلى خير. وكما شفتوا بزاف في اليوتيوب وزاز بزاف الفنانين اللي خرجوا في اللايفات واللي خرجوا كيهضروا خايفين، ومنهم سكينة غلامور اللي كتبكي بحرقة وكتمنى أنها ربي أن يعطيهم فرصة تانية أنها تتوب، وكتمنى المغفرة والتوبة من الله. وهذا الشيء اللي هو جميل وجميل، لأن ضروري في هذه اللحظة هذا اللي أي واحد خصو يتفكر إلا الله سبحانه وتعالى، ما يتفكر حتى شي حاجة أخرى مغير الله، لأن في هذه اللحظات هذه واللي خصنا دائما أننا نتفكر الله ونتفكر في التوبة بالخصوص. كنتمنوا المغفرة لأي واحد، كنتمنوا يدوز الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بخير وعلى خير. من أخوتي الأمم المستجدات إلى ملتقى آخر مستجدات أخرى بإذن الله. كنتمنوا أننا ما نعطيكم شي أخبار اللي قبيحة واللي ما نبغوهاش حتى حنايا نسمعوها ولا نقولوها. السلام عليكم، إلى ملتقى آخر بإذن الله.